فيلم The Forbidden Depths. تبدأ قصة الفيلم بالطفل شانك ونشوفه هو مختبئ بداخل برميل على متن سفينة، وهو كان يباوع من فتحة البرميل ويشوف أبوه، أو نعرف أنه أبوه يكون قاعد للقراصنة، وهو يتعرض للخيانة من باقي القراصنة لأن هو ما قبل يدليهم على مكان المدينة اللي لقاها تحت البحر، وهو يحاول يفهمهم ويقول لهم أنه هاي المدينة بيها قوة خارقة ممكن تدمر العالم، وأني مستحيل أدليكم بمكانها. بعدها يظهر شخص ملثم فيضرب القائد بالمسدس، وعلى أثرها القائد يوقع بالبحر، وبسرعة يسحب وياه البرميل اللي موجود بداخل ابنه شانك، وفجأة يظهر وحش ضخم بالبحر والقراصنة يخافون من عنده، وبعد لحظات الوحش يرجع للمي. وبعد مرور وقت طويل على هاي الحادثة يكبر الطفل شانك بعد ما لونج قدر ينقذ من الغرق بالبحر، ويكون لونج هو قائد المركب ويأمر الشباب ان ينزلون بالبحر ويدورون على الكنز، والمكان اللي هم نزلوا بيه اسمه عين البحر، وكل الكنوز والسفن المتعرضة للغرق تجمع بهذا المكان. ونشوف شانك وهو يستعد على مود يقفز بالبحر، لكن يجي احد زملائه ويقول له انت قرصان ومن الافضل تبقى على المركب، وانت لا تنزل ويانا على مود لا تشاركنا بالكنز وتسرقه من عندنا. او شانك ينزعج من كلام زميله، بس بعدها يجي القائد لونج وشجعه على مود ينزل وياهم بالبحر، ولما ينزل للقاع يشوف شيء يلمع من بعيد ويبقى يغوص لحد ما يوصل لها، او من يوصل يلقى درع من الذهب فياخذ من عنده قطعه صغيره، او اول ما يلمس هاي القطعه الذهبيه يبدا يتذكر نفسه من كان صغير لما وقع بالبحر وراد يغرق، وايضا يبدا يتذكر الوحش العملاق ويتذكر ابوه وهو يلزم ايده، ولما يمسح القطعة الذهبية بايده فجأة يطلع شعاع ذهبي، وهو يعرف انه هاي القطعة الذهبية تنطي قوة خارقة. وبعد لحظات يطلع الوحش العملاق مرة لخ، بس هاي المرة ما يسوي لأي شيء. ومن الناحية الثانية نشوف المركب وهو يتعرض لهجوم من القراصنة، والقائد لونج امرهم ان ينزلون بالمي بسرعة على مود يهربون منهم، وايضا هو ينزل حتى يدور على ابنه شانك، وبالفعل يلقى ابنه هو فاقد للوعي فينطي جهاز يتنفس منه، لكن فجأة يظهر الوحش العملاق ويفرقهم. ولما يطلع شانك سطح البحر يشوف ابوه من بعيد او يبدا يصيح عليه او ياشر له بايده، لكن فجاه يظهر وحش البحر، وبنفس الوقت يختفي القائد لونج. او شانك يعتقد ان الوحش اكل ابوه، او باقي القراصنه يهربون بسرعه بالمركب، وهم هربوا وتركوا شانك لوحده بالبحر. ولما شانك يندار يشوف سفينه القراصنه العملاقه وراه، وللاسف القراصنه يخطفون شانك ويربطوه، وبعدها ياخذوا للقائده مالتهم ويبلغوها باللي صار ويقولوا لها احنا لقينا على ايده وشم القراصنه اللي يشبه الوشم مالتنا. والقائده لما تشوف بايده القطعة الذهبية تقول له انت منين جبتها، فشانك يقول لها انا لقيتها بالبحر، وتقول له انا راح اسألك سؤال ولا تكذب علي، وتقول له انت منو. وبهاي اللحظة شانك يبدأ يتذكر اهل القوارب اللي كان عايش وياهم، وهم كانوا يكرهوه وكانوا دائما رافضين وجود شانك بيناتهم لان هم يعتبروه قرصان بسبب وشم القراصنة اللي موجود على ايده. بعدها يرد على سؤال القائدة ويقول لها انه هو من سكان القوارب، ولما تخلص وياه القراصنة ياخذوه ويحبسوه، او نعرف انه اكو بنية ثانية حابسيها ويا شانك بنفس المكان. او اول ما يدخل ينظر براسه ويفقد الوعي، او من يقعد يلقى نفسه مربوط بعمود هو والبنيه، والبنيه تقول له انه هي ضامه بجيبها قطعه من اسنان سمك القرش، فتقول له اخذها وافتح الحبل بيها قبل ما يقتلوك. وقبل ما يفتح الحبل البنيه تساله عن المدينه اللي موجوده تحت البحر، فهنا هو يبدا يتذكر ابو لونج من كان يقول له على المدينه الموجوده تحت البحر، وان المدينه موجوده بمكان اسمه عين البحر، وابوه يقول له اذا لقيتها فانت راح تصير واحد من اهل القوارب. وبعدها يفتح قيود البنيه اللي محبوسه وياه، ونعرف انه هاي البنيه اسمها انسو، او شانك يسالها عن مكان المدينه الموجوده تحت المي، وانسو تقول له انا ما اعرف بس انا اعرف انه المدينه موجوده تحت هذا البحر، وانسو تقول له انت منين، وشانك يقول لها انا من سكان القوارب، وانسو من تسمع تفرح هوايه وتقول له اخيرا انا قابلت صياد بحري. وبعد ما انسو تفتح الحبل من شانك، شانك يروح يدور على القطعه الذهبيه اللي اخذتها من عند قائده القراصنه، وبالفعل يلقاها ويلقاها بصفها خارطه، ويشوف اشاره على جزيره الاكسير، ومن خلال هاي الاشاره يعرف ان القراصنة هدفهم جزيرة الإكسير وهم يريدون يروحون يحتلوها. فيروح شانك ويدور على أنسو أو يلقاها واقفة على حافة القارب، والقراصنة كانوا محاصريها ويريدون يقتلوها، فبسرعة يجي شانك وينقذها، وبسرعة يقفزون بالبحر ويروحون القارب نجاة صغير، لكن قائدة القراصنة تضرب شانك بسهم بظهره، فأنسو تبدأ تساعده وتخلي له أعشاب على الجرح على مود يوقف النزف ويخف الألم. وهنا أنسو تشوف القطعة الذهبية مالته وتقول له إن الرسومات اللي موجودة على القطعة الذهبية هي نفس الرسومات اللي موجودة على صخور جزيرتنا، وشانك يسألها ويقول لها شنو اسم جزيرتكم، وهي تقول له انه اسمها جزيرة الاكسير، وتقول له انه اكو اساطير تقول انه تحت هاي جزيرة الاكسير موجودة بوابة المدينة اللي موجودة تحت البحر. فهم يتفقون اثنينهم على ان يروحون جزيرة الاكسير ويدورون على بوابة المدينة. بعدها تبدأ انسو تعرف عن نفسها، ونعرف انه ابوها وامها ميتين وهي يتيمة، وجدها هو اللي رباها او جدها هو اللي يحكم هاي الجزيرة. فهنا شانك يتأثر بقصتها، اما انسو فتنطيه السمك وتقول له انت لازم تتغدى
على مود تقدر تتعدى ضباب الأشباح، وشانك يسألها ويقول لها شنو هو ضباب الأشباح، وتقول له إنه ملك القراصنة سوى شيء أشبه بالحاجز أو الجدار وسماه باسم ضباب الأشباح، وهذا الحاجز بسببه ما حد يقدر يوصل لجزيرة الإكسير إلا يعبر من عنده، ونعرف إن ضباب الأشباح يكون شديد البرودة أو أي واحد يعبر من عنده يموت، فيسألها ويقول لها أنت شلون قدرت تعبرين، وتقول له أنا سرقت زجاجتين بداخلها سائل اسمه ماء زئبق البحر، وهذا السائل موجود بجزيرتنا، وأنا استخدمت وحدة وبقت عندي وحدة، ولما يفوتون بداخل ضباب الأشباح شانك ما يتحمل شدة البرودة، فتبدأ أنسة وتشربه من ماء زئبق البحر، وتبقى تحكي وياه حتى ما يفقد الوعي، وأيضا تحكي له عن ملك القراصنة، وتقول له إنه هو كان شرير واستخدم قوة المدينة اللي تحت البحر، ومن خلالها قدر يسوي ضباب الأشباح على مود يسيطر على جزيرة الإكسير، وأيضا على مود ما حد يقدر يدخل لها ولا أحد يقدر يطلع من عندها، وبعد ما يوصلون للجزيرة نشوف جد أنسو ضايج من عندها، لأنه هي طلعت خارج الجزيرة وجابت وياها شخص غريب، ويقول لها ممكن هذا الشخص يعرض حياتنا للخطر، وأنسو تقول لجدها إنه هي طلعت خارج الجزيرة على مود تلقى طريقة تقدر تتخلص بيها من ضباب الأشباح، ولما شانك يصحى يشوف أطفال يلعبون، فتجي طفلة وتنطي شانك هدية، وشانك يفرح بيها هواية، وبهاي الأثناء تجي أنسو وتعرف شانك على شخص يكون اسمه السيد وو، ونعرف إنه السيد وو هو اللي طلع السم من كتف شانك، ولما السيد وو يعرف إنه شانك يريد يوصل للمدينة اللي تحت البحر، يقول شانك تعال شوفك شغلة ممكن تفيدك، فيشوف كتاب يوميات ملك القراصنة، وشانك يلاحظ بالكتاب نفس الرسمة اللي موجودة على القطعة الذهبية، ويقرأ بالكتاب إن المدينة اللي تحت البحر موجودة تحت سفينة، وبعد ما شانك يفكر بالجملة المكتوبة يعرف إن المقصود بالسفينة هو جبل شكله يشبه السفينة، وهو موجود بجزيرة الإكسير، فيقررون ينزلون الثلاثة بالبحر، ويبقون يغوصون لحد ما يوصلون المكان مثل الكهف، وهنا شانك يتذكر نفسه لما كان صغير، وهو كان موجود بنفس المكان وكان لازم بإيده شمعة، وفجأة يجي السيد واو ويقول لهم اهربوا بسرعة لأنه المي بدأ يدخل بداخل الكهف، لكن شانك وأنسو ما يلحقون يهربون، والمي يدخل للكهف، فشانك يحاول يتصرف ويصد المي بإيده، وفعلا قدر يمنع المي بالدخول بسبب القوة اللي اكتسبها من القطعة الذهبية، ولما سيطر على الوضع يطلعون خارج الكهف، فيوصلون المكان يلقون بخريطة المحيط بالكامل وهي محفورة على الصخرة، وبهاي اللحظة شانك يتذكر نفسه من كان صغير، أو كان هو وأبوه بنفس هذا المكان، أو شانك كان يرسم بالخريطة، أو يتذكر أبوه لما يقول له أنت الوحيد اللي تقدر تفتح عين البحر، أو شانك يقول الأنسو أنا اللي رسمت هاي الخريطة من شين الطفل، ويقول لها إنه قائد القراصنة هو اللي جابني هنا، فأنسو تقول له معقولة أنت قرصان أو كان طول هاي الفترة تشذب علي، بس شانك يضوج من كلامها، ويقول لها أنا مو قرصان، وأنا اللي لقيت هذا الوشم مرسوم على إيدي من كنت صغير، وفجأة يحسون بهزة أرضية، وبسرعة أنسو تهرب من المكان وترجع لجزيرتها، ولما شانك يحاول يلحقها السيد واو يقول لشانك انت قرصان مثل ابوك، ويقول لشانك انت اسمك الحقيقي هو دونغ سونغ او ابوك هو ملك القراصنة، وانت الوحيد اللي تقدر تفتح عين البحر وتوصل للمدينة اللي موجودة تحت البحر، لكن شانك يتركه ويرجع للجزيرة، ولما يوصل يشوف القراصنة محاصرين اهل الجزيرة بالسيوف، وايضا يشوف جد انسو وهو مضروب بالسيف، ولما قائدة القراصنة تشوفه تقول له شكرا لك لانه انت وصلتنا هنا، وطبعا لما انسو تسمع هذا الكلام تعتقد انه شانك خانهم، بعدها القراصنة يغادرون المكان، لكن شانك يبقى يمهم ويحاول يقنعهم ان هو ما خانهم وهو مو قرصان، بس اهل الجزيرة يطردوه ويقولوا له انت خاين، وشانك يضطر انه يروح ويا القراصنة، وبهاي الاثناء شانك يسأل السيد واو او يطلب من عنده انه يحكي له شلون ابوه مات، فالسيد واو يقول له انه ابوك اعتقلوه القراصنة لانه هو خالف قوانينهم، وبعد ما اكتشف مكان المدينة اللي تحت البحر قرر يدمرها، وقال للقراصنة انا سويت هيجي على مود احافظ على سلامة العالم، لكن القراصنة اعتقدوا انه هو شخص اناني وفكر بنفسه، والقراصنة كانوا معتقدين ايضا ان هم من حقهم يعيشون على المدينة اللي موجودة تحت البحر، وايضا كانوا معتقدين ان هم من حقهم يكتسبون القوة اللي موجودة بيها، فشانك ينزعج ويصرخ ويقول انا مو قرصان، وفجأة ينكسر الحوض الزجاجي بسبب القوة اللي يمتلكها شانك، لكن السيد واو يقول لشانك انت ما حد راح يحبك لانه انت من نسل القراصنة، واحنا لو قدرنا نوصل للمدينة اللي تحت البحر بعد ما حد راح يقدر يهزمنا، وكل اللي كانوا يتجنبوك راح يبدون يحترموك لانه انت راح تكتسب قوة رهيبة، وبهاي اللحظة شانك يوافق انه يفتح عين البحر، فيروح الأنسو، ولما يوصل يعرف انه هي اللي راح تحكم الجزيرة بعد موت جدها، واول شغلة تسويها أنسو تروح الوالد شانك بالتبني، وتقول له انه هي محتاجته هو واهل القوارب على مود يساعدون شانك، لان هو الوحيد اللي راح يقدر يفتح عين البحر، وبهاي اللحظة لونك يقرر انه ينقذ ابنه شانك بالتبني، بعدها نشوف شانك على مركب القراصنة، وهو يفتح عين البحر، وبنفس اللحظة يصطدم بهم قارب لونك، وهسه يوصلون اصدقاء شانك سفينة القراصنة ويقولوا له ان هم يجوا على مود ياخذوا وياهم، بس شانك يرفض، لكن فجأة تجي أنسو وتقول له اني اثق بيك، وجدها قبل
قبل ما يموت قال لها بالحقيقة، أو قال لها أنه أبو شانك كان قائد القراصنة، وعلى الرغم من أنه هو من ضمن القراصنة إلا أنه هو شخص طيب، وهو كان يريد يحمي البحر، بس شانك يبقى رافض يرجع وياهم، ويقول لها أنه هو قرب يوصل للمدينة اللي موجودة تحت البحر. بهاي الأثناء يوصل لونج أبو شانك بالتبني، أو شانك لما يشوفه يتفاجأ ويفرح، ويقول له أنت شون عايش لحد الآن، ويقول له أنا آخر مرة شفت وحش البحر وهو ياكلك. بعدها يشوف قطعة الذهب اللي لقاها بقاع البحر، وأبوه بالتبني لما يشوفها يفتخر بيه هواية، فيروح ويأخذ شانك وياه. بس فجأة نشوف القرصان وو وهو يضرب لونج بالمسدس ويقتله، أو شانك يبقى يصرخ على موت أبوه اللي رباه، وأيضا يبدأ يتذكر لحظة موت أبوه الحقيقي بعد ما ضرب القرصان وو بالمسدس، أو نعرف إنه هو الشخص الملثم اللي شفناه بداية الفيلم، وبهيك حالة يعرف إن القرصان وو هو اللي قتل أبو شانك الحقيقي، وأيضا قتل أبوه بالتبني. وهنا القرصان وو يقفز بداخل عين البحر بعد ما انفتحت على إيد شانك، أو شانك يطلب من أصدقائه إنه يأخذون أبوه ويروحون، ويقول لهم أنا راح أروح ورا وو حتى أمنع لأن هو راح يخرب العالم. وفجأة نشوف قادة القراصنة وهي تحاول تقتل أنسو، فشانك يروح على مود يحميها، بس هنا يظهر وحش البحر وياكل قادة القراصنة، أو شانك بسرعة يقفز بداخل عين البحر حتى يمنع وو من الحصول على القوة اللي موجودة بالمدينة تحت البحر. ولما يوصل للمدينة يشوف القرصان وو وهو كان يأخذ قوة من المكان، وهو بسرعة قدر يحول البحر إلى جليد، ويبدأ شانك يحاول يكسر العمود الجليدي على مود يوصل للقرصان وو، بس للأسف هو ما قدر. ولما يلزم القطعة الذهبية بإيده، إيده تتحول إلى إيد ذهبية، فيضرب بها العمود الجليدي، والحسن الحظ العمود يقع على القرصان وو، وهنا قدر شانك يخلص على وو ويقتله. وفجأة يبدأ ضباب الأشباح يتلاشى من جزيرة الإكسير، لكن شانك قدر يرجع للقارب وهو مخلص على شر القراصنة، وأيضا قدر يحمي العالم من شرهم، أو قدر يحافظ على هدف أبوه اللي مات على موده وهو الحفاظ على العالم. وأصدقائه وأنسو يفرحون هواية بالإنجاز اللي سواه، وبالأخير قدر البطل شانك يكمل حياته ويا حبيبته أنسو، وأيضا كمل حياته ويا أصدقائه اللي ما تركوا لآخر لحظة. ولهنا تكون نهاية الفيلم. كل الأفلام والمسلسلات الحصرية تقدرون تتابعوها على قناتي باليوتيوب باسم مستر أفلام، وأيضا على صفحتي بالفيسبوك باسم وزارة الأفلام العراقية، وتقدرون تتواصلون وياي وتطرحون علي اقتراحاتكم بالأفلام والمسلسلات من خلال حسابي على الانستغرام كادر مستر أفلام. يتمنى لكم صيام مقبول وأفطار شهي.